دكتور، ناس كتير جدا بتخاف من السيليكون، انها بتقول لك السيليكون ده هيجيب لي سرطان، او ان السيليكون ده ليه عمر افتراضي، هبقى بعدها عندي مشكلة وافتح تاني واعمل تاني. القصص دي ايه؟ بص حضرتك، انا دايما بقول لهم اي شركه بتبيع لي كيس السيليكون اللي انا بستخدمه ده بيقول لك جارانتيد 10 سنين، بس ات كود ليف اطول. اوكي، فانا دايما بقول للمرضى ان مثلا واحده عامله معايا من 15 سنه، هل انا محتاج ان انا اغيره؟ فبعتها تعمل ماموجرام وكلام ما من لو ده. بتعمل ماموجرام سنوي هتعرف. بالظبط كده، لو everything is okay خلاص ما بلمسهاش. امتى بقى احتاج ان انا اغير؟ لو ممكن هي عمل حواليها كبسوله، الصدر باي تايم نزل ترهل فعايزه ان هي تغيره، لكن لكن مش لسبب مرض يعني. لا لسبب مرضي. لو لا قدر الله قعد، انا شفت عينين كانوا حاطين سيليكون بقالهم 25 سنه والسيليكون الكيس بتاعه داب، فحصل داب داب يعني وفتح يدوب جواه. ازاي؟ هو عبارة عن زي سيليكون كيس كده وجواه سيليكون جل. الجل اللي موجود دلوقتي عامل زي الجالي كولا كده، ماسك نفسه يعني حضرتك تقطعيه بسكينة. الجل بتاع زمان اللي كان من 20 سنة وأكتر كان عبارة عن سائل سيليكون، فالسائل ده كان جوه كيس يعني اللي عامل من 20 سنة غير اللي عامل من 10 سنين؟ من التسعينات، أكيد. غير من بعد 2000 او 98 وغيره، يعني بقى في حاجه اسمها جامي بيرز، ده اللي هو الجل اللي ماسك نفسه. طب لو اللي عامل من 20 سنة أيام السائل القديم، لما بيحصل إن هو يعني الكيس بيفعل. بتعمل إيه حضرتك؟ اوكي، أو مخاطره إيه عليها على لا الست؟ مخاطره هو ممكن ان هو يعمل تليفات والتهابات جامده جدا، ويجي لي مثلا عيانه مره واحده. يعني الدكتور ناجي كان بيتكلم على ان هو مره واحده يحصل سائل حواليه، فابعت العينه اقول للدكتور ناجي في ميه زادت مره واحده صدرها كبر. ساعتها ممكن انه يكون الكيس ده مثلا حصل فيه مشكله بقاله 20 سنه موجود، فحصل فيه مشكله فالجسم تفاعل معاه ان هو عمل الميه دي. فبندخل بنشيل الكيس ده باللي جواه. حضرتك بقى بتقولي ان هو مريضه مش عايزه تحط سيليكون. دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بنحط دهون. دهون؟ يعني في اخر 10 سنين بقدر اقول لك دهون من الجسم. من الجسم بالظبط. يعني يعني النهارده دي امنه اكتر. دي امنه اكتر ده طبعا. يعني احنا في اخر 10 سنين بقينا 50% من العيانين اللي بيجوا لنا بدل ما احط لها سيليكون احط لها دهون بتاعتها. دايما بقول يعني العينه دي جايه عندها دهون في بقيه جسمها في اماكن زياده وصدرها فيه المشكله، طيب احنا هنستخدم الدهون بتاعتك ان احنا نكبر الصدر. ليه؟ نمره واحد امنه، لان هي منها فيها هناخد الدهن منها نحطه فيها. مفيش ان هي حضرتك بتقولي هتقعد بقى فيها 10 سنين محتاجه تتغير السيليكون، مش محتاجه التخوفات اللي بتبقى موجوده عندها. والدهون دي بتتحط في طبقه الدهون، ما بحطهاش. هو صدر البرتقان المريضه بوصفه زي البرتقانه، القشره البرانيه دي البرتقاني ده الجلد، الابيض ده الدهون، فصوص البرتقانه هو صدر المريضه. احنا لما بنحقن دهون بنحقن في الطبقه البيضاء، بنحقن دهون فيها وحواليها. فلما تيجي تعمل بعد كده ماموجرام او سونار مع الدكتوره نجله، اللي بيبان لها دهون في وسط دهون مفيش فيها اي مشكله خالص، بس صدرها كبرناه ووصلناه. وعادة ساعات المريضة دول مش من مرة واحدة، من مرة أو اتنين بنعمل العملية. يعني أول مرة بنحقن الدهون وتاني مرة نحقن زيادة فيها، لأن بيبقى فيه سبيس إن أنا أحقن فيه كمية أكبر. الحتة بتاعت الأشعة التداخلية وقصة الأويل سيس، لما بنحقن الدهون ما اقدر مش انا مش بجيب دهن واحقنه كده بسرنجه فقط كده، لا احنا ليها تكنيك بحقن طبقات علشان الدهن ده يعيش، اللي هو بيبقى زراع الدهون في صدر المريضه. فلو هو انا حقنت بطريقه مش مظبوطه او اتحقن كميه او اتحط في حته ما وصلتلهاش دمويه، ممكن الدهن ده يكلكع ويعمل حاجه اسمها اويل سيست، بيسيح ويبقى عامل زي بالظبط كيس كده جواه زيت. نبعته بقى للدكتوره نجله تسحبه، او ساعات فقط بنفحص السيست لو حاجه صغيره تفرقع والدهن ده الزيت ده الجسم بيمتصه مفيش فيه مشكله خالص. فرقع دي تخوف شويه. لا مفيش فيها. طيب.